السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. دابا كلنا كنعرفوا بأن الكونترات الموسميات المحدودات كتخدم غير الموسم ديالك، كتكون فيها 6 شهور ولا 9 شهور، وبعض المرات كتكون فيها 3 شهور. دابا الإخوان في المغرب لقاو كونترات، كاين اللي لقى اللي يدفع ليه بخمسة ولا ستة كونترا ديال الفلاحة. كونترا ديال الفلاحة كنعرفوا بأن غتكون فيها على الأكثر كتكون فيها 9 شهور، إلا ما كانش 6 شهور. هاد الناس هادو ملي كيلقاو واحد الكونترا بستة ولا خمسة ولا سبعة ما فيهاش الوراق، وكيعرفوا بأن ديال الفلاحة راه غتكون ما فيهاش الوراق، ولا ديال الريستورات، المهم كونترا موسمية ما تكونش فيها الوراق، أشنو كيقول؟ كيقول أنا بغيت غير نطلع من هنا، بغيت غير نحيد من المغرب ونمشي لأوروبا باش ما كان، كي بوراق كي بلا وراق. وهو ما تنساوش أنه مخلص، إما خمسة ولا ستة ولا سبعة على حساب شحال طلب ليه السيد من الكونترا. فاش كيجي لهنا كيشري كونترا ديال 9 شهور، فاش كيجي لهنا يعني ما كيخدمش دماغو مزيان، عوض ما انني نشري كونترا ديال 9 شهور نصبر ولا نزيد عليها واحد شويه، هادشي كلشي كنعرفوه، ونشري كونترا فيها الوراق من الاحسن. المهم بزاف الناس كيقول لك انا باغي غير نحيد من هنا، باغي غير نطلع من هنا، تكون فيها غير شهر ونمشي نحيد ونخلصها باش ما كانت. فاش كيجي لهنا كيتصدم بالواقع، فاش كيعود يفكر، فاش كيفكر كيفكر في الوراق، لا ما كيفكرش يرجع. اللي جا لهنا ما كيفكرش يرجع، كيقول ويلي انا جيت لهنا عاد غادي نرجع، واخا تعطيه كونترا اخرى تقول له هاك رجع للمغرب ودير الاجراءات من جديد وطلب الفيزا ديالك وجي، يقول لك لا، كيخاف يتصيد، وكيقول لك لا، هو باغي فاش يمشي يدي الطوموبيل ومن حقه، يدي الوريقات ديالو ويدي الطوموبيل ويدي معاه الفلوس ويدير واحد المشيه مزيانه، حتى ولا مشى ما يتسلفش باش انه يرجع من جديد ويتسلف باش انه يدفع الفيزا، كيجي هنا ويرجع بالوراق ديالو ويرجع معزز مكرم. فاش كيجي هنا بكونترا ديال 9 شهور محدوده موسميه هذاك موديل سي، عاد كيندم، كيتصدم بالواقع، كيعود يفكر في الوراق فقط. وكل اي واحد كيطيح في هذا المشكل هذا، فاش كيجي هنا حقاش ما غاديش يخدم، كتبقى عندك الفيزا هذيك 9 شهور كتوفى، كتبقى حار، كتندم، كتقول كون جيت غير بالوراق. دابا انا بغيت نعرف واش عندي شي حل، انني الا طلعت بكونترا ديال 6 شهور وخلصتها بخمسه ولا سته ولا فيها 9 شهور وجيت لطاليا، واش عندي حق انني ناخذ الاوراق ولا ما عنديش حق، وكيفاش ندير باش ناخذ الاوراق ديال هاد الكونترا موسميه محدوده ديال 9 شهور؟ كاين الحل الاخوان. دابا السيد اللي غادي يبيع لك الكونترا غادي تفاهم معاه، حنا غنكون واقعيين الاخوان، غادي نتفاهم معاه، واش تعاود معايا ولا ما تعاودش معايا، واش دير معايا، اسمعني مزيان حل ودنك، يعني السيد اللي غتفاهم معاه في المغرب وباغي تعطيه رزقك وباغي يعطيك كونترا محدوده موسميه فلاحه، غادي تفهم معاه بحال هذا الشكل هذا، واش غادي تعاود معايا ولا لا، حقاش هاد الكونترا هادي ما فيهاش الاوراق، واش غادي تخدمني ولا ما تخدمنيش، واش السكنه غادي نمشي ونسكن ولا ما غاديش نمشي ونسكن، واش غدير معايا الكلمه اللي هي ضروريه وكلهم كيعرفوا اللي كيدفعوا هنايا، واش غدير معايا لا كونفيرسيوني ولا لا، يعني التغيير من سبب من كونترا موسميه المحدوده الكونترا عاديه او عقد عمل ثانوي ونبقى هنا في ايطاليا. كيفاش هي العمليه الاخوان؟ هاد الناس هادو ديال 9 شهور فاش كيجيو لهنا وباغي الوراق، يعني لا تفاهموا مع السيد اللي يقول لهم غادي نصاوب لكم الوراق، ها كيفاش غادي يصاوب لكم الوراق؟ اما في حاله ما قال لك راه ما نصاوب لك الاوراق لا والو، راه الكلمه راه ما نصاوبش لك الوراق، غتجي لهي غادي تمشي عند شي واحد كتعرفو، ولا راه الطاليان هذا دبر على راسك. فهاد الحاله هادي حاجه اخرى، الا جيتي هنا ما غاديش يعقل لك، غدوز عندك تكمل 9 شهور في الفيزا ديالك غتبقى حارك. حالة ما الا بغيت تستافد من الوريقات ديالك وتبقى هنا وتعيش معزز مكرم في الطاليان بالوريقات ديالك وتخدم ان شاء الله، غادي تفاهم مع السيد اللي غادي يجيبك بهذيك 9 شهور انه صايب لك الوراق ويخدمك. بحالة ما مشات تجي لهنا الا قال لك شوف انا ما عنديش الخدمه، ولكن غتقول له انت صايب لي الوراق ريقني، ولكن غتقدر تخلص حتى من جيبك الضرائب والكونترا وكل شيء، يعني داكشي المصاريف كامله لي سبيز المصاريف كامله باش غادي يريقلك. بحال اسمي الا ما خدمكش غتقول له باغي نستافد انا من 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 الوريقات ديالي. المهم سمحوا لي الا طولت وعاودت الهضره، حقاش غير باش الناس تفهم مزيان، هو انا باش غادي يجيبك الكونترا ديال 9 شهور خاصو ضروري يمشي معاك البريفيتورا العماله، تمشي بالكونترا ديالك والباسبور ديالك، وغادي يدير لك واحد السكنه هنا واحد الاوسبيتاليتا ورقه ديال الضيافه، غتمشي مع البريفيتورا غتسيني الكونتراتو، ومن هذاك النهار غادي يريقلك، خاصو يخلص عليك الضرائب، خاصو يريقلك 39 يوم في 3 شهور الاولى، 39 يوم في 3 شهور الاولى كامله تكون خالصه هذه الضرائب، كتبدا
من نهار مشيتي معاه درتي معاه الكونتراتو في البريفيتورا، فاش كيريق لك وخاصك الضرائب ويدير معك جميع الاجراءات وتفوت هذيك 39 يوم باش انه ريق لك، كيصبح عندك حق انك دير هذيك اللي قلت لك في الاول لا كونفرسيوني، يعني التغيير ديال سبب الاقامه ديالك من محدود لثانوي وتبقى هنا في ايطاليا. امتى كيكون هذا الشيء؟ هذا خاص ضروري توفر فيك الشروط، قلنا هي انه خاصو يمشي معاك البريفيتورا ويسيني معاك كونتراتو ويخدمك ويسكنك، ولا تتخلص على راسك، الا ما بغيتش تخدمني انا نخلص على راسي وغادي تمشي تخدم النير ولا فاش ما كان فلاحه ولا فاش ما كان، المهم غتخلص تخلص على راسك، فهمتوني؟ يعني فاش غايدير معاك كل شيء هذا الشيء هذا، امتى كيكون هذا لا كونفرسيوني، هذا تغيير رخصه الاقامه من سبب سبب، فاش كيتفتح ديكريتو فلوسي اخر اللي دفعتي فيه انت دابا هاد الكونطرا الموسميه باش طلعتي، كيتفتح القانون الجاي ان شاء الله ديال العام الجاي، وكيحدوا معاه حصه اخرى ديال الناس اللي طلعوا بعقود عمل موسميه محدوده وباغيين يديروا التغيير، باغيين يديروا لا كونفرسيوني بكونطرا اخرى، سواء هذاك الباترون تفتح القانون وحدوا حصه، في المثال حدوا واحد 1000 حصه لهذيك العماله اللي فيها انت، هذاك الباترون الا بغى يعاود معاك غادي يعاود معاك يدير لك لا كونفرسيوني، غادي تدفع الطلب وتتسنى وتبصم وتمشي تاخذ البيرميسو دي سوجورنو ديالك. قال لك لا انا داكشي اللي عليا درته، ريقلتك 39 يوم ولا 3 شهور الاولى ولا 16 يوم في الشهر كيف ما كنقولوا، درت معاك الواجبات، خاصك تدبر لا باترون اخر وكونترا اخرى، خاصك ني تدبر على باترون اخر وكونترا اخرى، وماشي مشكل انك تدفع مع واحد اخر في الديكريتو فلوسي في لا كونفرسيوني، كتدفع وكتبصم وكتسن الوريقات ديالك وكيعطيوك العام ديالك. اما في الاول فاش كيمشي معاك الباترون البريفيتورا وكلشي، كتدفع وكتبصم وكيعطيوك البيرميسو ديالك اللي هو محدود، جيتي بكونترا فيها 6 شهور كيعطيوك غير 6 شهور وكيكمل لك البيرميسو، جيتي ب 9 شهور كيعطيوك 9 شهور وكيكمل لك البيرميسو. فاش هاد الحاله هادي انت كي خديتي البيرميسو كي ما خديتيش ابتداء من هاد السنه هادي، راه كاين غير بالروسيات غير بالريتشيفوتات فاش كتدفع في البوست او كلشي، كيعطيك الروس ديالك ممكن انك تدفع حتى بالروسي، فاش كتدفع كتاخذ العام، يعني كتدفع بكونترا اخرى مع باترون اخر ولا نفس الباترون اللي هو جابك الا بغى يعاود معاك. المهم خاص ضروري يدير معاك هادشي هذا كامل، يجيبك يخدمك يريقلك 39 يوم الاولى في 3 شهور الاولى، خاص ضروري باغي تستافد من الاوراق ديالك وما تبقاش حارق هنا، وباش ما تندمش، حقاش الكونترات الموسميه ديال 9 شهور و 6 شهور الا ما درتيش هاد الاجراءات هادو ولا ما توفروش فيك هاد الشروط هادو ديال السكن والخدمه وتخلص الضرائب، ما غاديش تاخذ الاوراق ديالك وغادي تبقى حارق، وممكن وتقدر انك تندم تقول كون غير عوض انني خلصت هذه ب 6 نخلص هذه ب 8 ولا 9 ونجيب اوراقي، حقاش غتجي لهنا الا جيتي بكونترا محدوده هي نيس غادي تخلص غادي تزيد واحد شويه باش انك تلقى كونترا اخرى وتدفع في حاله ما في حاله ما الا الباترون دار معاك هذا الشيء هذا كامل، حقاش الناس دابا الدراري كيجيو الباترون كيقول لي ما عقلش عليكم، الباترون كيكون ديجا مثلا مدوز الكلمه مع شي سمسار ولا وسيط كيقول له شوف الدراري الا جاو راه ما غاديش نخدمهم، فهاد الحاله دار ما يخدمك ما والو، كونترا موسميه 6 شهور 9 شهور ما فيهاش الاوراق، الا جيتي تبقى حارق درتي الاجراءات وتوفرك الشروط اللي قلت غادي تاخذ عليها الاوراق، بالتوفيق والله ييسر الجميع والله يسهل عليكم كاملين الاخوان، الله يعاونكم.